الأسرة ترجع وين أصلها شنو؟ ماشي عنوز إيه؟ على الأقل يعني ولد عمك إذا ما في كره يقول عمك أنا إيش حقيك؟ شذي أنا شذي أشوفه عسكر إذا مثلا على خلف المثير يعني ترجع وراء موقف والله بابا نعم أنت شخص لكن أبيك نار زين خليك على مكان خليك على أنا أشوف زين إحنا بخير 60 لكن اللي حاصل الناس قاعد تسولف على أكل ماك عرف يعني من على الشيء الموجود اللي مو بطرانين للعالم بطرانين ولا بالعكس عندك شيء ابو باقي اي في اسئله في يسالون عن نوره حق عايض يقول منو نوره وجراح يقولوا لك منو لما لما منو ما يقولون تشير اسامي قصيده لما ومن هي لما وشاكر لكم الحمد لله انا ما عندي احد انت لا قالوا لك منو سهى لا انت ما لا تشير ايضا يبون منك اغنيه او عفوا شعر سريتني يا شوق سريتني يا شوق مشيتني يعني يا شوق طيب اول شيء منو لما ما والله شنو قصيدة لما ما ادري والله ما عندي اقسم بالله العظيم ما عندي شوف احلف انا شوف انا صريح لو عندي اصدمك على عادي بس ما حلف يعني زين نوره منو نوره هذه شخصيه صجيه ولا لا قصيده ولبقوها علي قالوا اني انك تحبها قال ايش قال ها ايش قال تو شيء متزوجين لان واهلكم ايش قال اول شيء عرفت 28/9 والله يحييك مبروك 28/9 ايه 28/9 بعد العيد الله يبارك فيك ان شاء الله شاور نفسك والله والله يمديك والله يمديك 28/9 والله شاور يمديك ترى حاج الشيبان قول لهم يبغى خاف انا غلطان شوف ترى الزواج ولا انت ايش رايك والله انا اقول يمديك تراجع يمديك يمديك 28/9 يمديك لا خلاص ترى ما عندي 28/9 هونت ها نورة منو نورة نورة قصيدة يعني من 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 بنات كذا قصيدة عندي بنات أفكارك كذا قصيدة أقول نورة 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 فالعالم خلاص قالوا نورة أنت ليش مركز على نورة كذا اسم بالاسم يعني اسم حلو خليتها لون من لون القصيدة اسم خليتها لون تكون ملهمة شعرية يعني أنا ماني قايل لكم بنت فريجكم على أساس تصير مشاكل يعني لا عادي لكن يعني ماكو واحدة تعرفها نورة أنا وياك وين ما تبيني أنا وياك راح ويا الريال خمسة ما تنسى انا شاك موضوع طيب ود نبي نسمع نوره واحده من النورات اللي عندك خلنا نستعيد انت ما تحفظ عايض والله حفظي شوف انا كان حفظ شكله يشتري كان حفظ بس 150 تشتري على 150 شكله لا هو من 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 بطنها على 75 يا عايض عايض يقولون الشعر يغني ساعات ممكن تستغني من ورا الشعر ممكن الواحد يستغني من ورا الشعر اي والله استغني الحمد لله رب العالمين في ناس من فيه طبعا فيه من الشرهات ومن كذا في شرهات واجد والله والله ما جاني شيء ما جاني شيء ولا ابي انت مو معترف الشيخ احمد صباح السالم الله يطول عمره الشيخ احمد الفهد الحمد لله رب العالمين وهذه رساله وهذه كراميه يعني يقولون ناصر محمد كريم الشيخ ناصر ناصر محمد بالعكس ناصر محمد ما يعطي الا من 10 اي اسم اعطى 10 نعم في ناس جاوب سمعت يعطي سمو رئيس مجلس الوزراء الشعار ما يعطيهم الا من 10 وفوق نعم شوف لنا قصيده يا محمود والله نشتريها 150 والله ما جاني شيء انا اتمنى انا اتمنى اتمنى صباحي يحب عسكر امنيه عمري اني ادخل على ناصر محمد ما جاتك العشره لا بدات العشره فيها اعطيك تحيه كان على يدك وتدخلني على طول العمر عايض مؤيد وحكومي وشعري كل شيء شوف انا اختلفت انا وجراح ماليش بالسياسه في موضوع اختلفت انا ويا جراح جراح يقول انا ما امدح ولا اجي عند شيخ ولا امدحه على قناة منه يا اخي لازم تحترم قناتي بالعكس انا بجي وبمدح الشيخ وهذا بدون موقف حق من حقوقي ولا فيها شيء وهذا سلم اساسا يعني شوف هذا ترى صار نفس النقاش بيني انا وياه بقناة لقائنا مع بعض بغير انا ابغى جايكم محور هذا السؤال كامل بس لو تحرقون علي بسمع نوره بس اي نوره فيهم هذه نورة ترى مهي موجودة من ضمن القصائد نعم مهي عندك بعد واحدة نعم يقول صديت من زحمة مرور السواليف اللي بلا مذهب وأمن وسلامة وصديت من ناس انت تحس بالمصاريف اللي بلا شيمة ودين وكرامة ودشيت في الشهرة وشفت الملاقيف أطيبهم اللي ما يثمن كلامه وشرفت راسي فوق روس المشاريف وجريت صوتي في طويل العدامة يا معشر الشعار ما في تصنيف المحترم يفرض عليك احترامه ماني بحب الكذب واللف والزيف وماني بحب اللي يحب الغشامة على العموم الشعر يحتاج توظيف وكل على كيفه ودبرة نظامه أقدره مثل ما أنا أقدر الضيف وكل واحد طيب أقوم أمقامه وكيف إحساسي من البن والكيف وإحساسي طيب أقدره هيامه كل خذاله تقضيه وقت في الصيف وسافر على شفه وغاية مرامه اللي على باريس واللي على جنيف
وأنا مع حبي قصة غرامة بيني وبين الحب عج وعواصيف في كل عام يجدد الحب عامة يا صاحبي ما عاد يحتاج توظيف وظفتك بقلبي يحافظ دوامة ادخل مع قلبي بجوف السراجيف في مركب الشيخان وأهل الفخامة زينك تعدى فارقات التواصيف أنت الزعيم وتستحق الزعامة في عينك اليمنى مشاعر وتكليف وفي عينك اليسرى علامة وشامة في هيبتك هيبة كبار المواقيف هيبة أبو زيد الهلالي سلامة الخشم خشم الذيب أو سلة السيف تمشي ببطن مثل مشي الحمامة الحب حلقة وصل بين السواليف منبع العاشق وغاية مرامة ما هو مهم أحط وأشيل وظيف بس المهم شلون اشيل اللثام صح لسانك يا عيال انا يعجبني فيك التنقل بين المفردات يعني كل هالوصف ما شفت اللثام وفي لا الحين صفك كله وفشلم موظفها بقلبه يقول بس انا عندي اعتراض على بيت بس عندي اعتراض على بيت اللي يقول في عيني اليمنى لا لا اللي يقول الزعيم زعيم نادي الهلال السعودي انا اعترض على نادي ثاني زين ايضا جراح ساره منو ساره انا ماني عارف والله شوف انا اقول شوف هذا الظاهر من قبل شوي لا يعني ها مو لما لما قال ما انا اقول بقول لك شاب قال ما اعرف الحين زين بقول لك شاب طويله ولا قصيره قصيره دمهم خفيف زياده عرفت جراح وين تقز اكثر مكان تروح والله ما اروح لبنيوز والله اللي يعرفني شوف الشباب وين دائما بالديوانيه لبنيوز احد من ساره بالديوانيه وياكم شيء لا ما في زين ما في فيها فيها قبائل هذه فيها دم زين عندك ساره ومنو ساره انت قلت تو ما في والله ما عليك يحبها اشاعات اشاعات وقصايده كلها من ساره في قصيده اتحدى يطلع لي قصيده واحده بيت عشان الصوت بس قصيده القصص يعني مش القصص يعني الحواديت اللي تصير يعني مثلا مبارك الحديبي شاعر غنائي لكن يطرح كل الشعر كل بحوره يعني فهو عنده جار اختلف مع الجار او شيء صارت بينهم قضيه فكتب كلمات شافها طلال مداح الله يرحمه وقال له ابيها وغناها اللي يقول فيها قضيت عمري وانا ازرع حنانك كان لي منبع ويوم زرعي بدا يطلع جيت انت وقطعت الماي الله يقول قطعت الماي يا معود وزرعي بعد ما ورد ويوم قلبي انا تعود بدينا نختلف بالراي الله راقد دنيتي فيني ذبل وردي وبساتيني شوف شلون يا عيني خلي ما وفى وياي الله هذه حادثه صارت بينهم كان في بينهم مزرعه وماي وكذا ممكن الشاعر يكتب اللي شوفه قدامه بنفس اللحظه حدثت معاك انت شوف في شغله تبي اقول لك شغله تضحك ابي شيء كذي الحين انا وياك من على ما يخلص بقول لك سالفه نفس انا وياك من على باب تدق علي تقول لي جراح كيف حالك والله الحمد لله طبعا حتى لو تقومني من النوم دق علي 3 الفجر عادي طبعا هلا احراجات تصير يا بالحلال نايم زين قوم ابيك شوي بس مسج حق ايوه ادق عليه هلا جراح ابيك تكتف الموقف الفلاني الحين الحين ابي بيتين ضروري بدزهم اي بدزهم نايم انا برتاح تكتب عندك القدره اكتب عادي عندك القدره عادي بس الامانه اذا واحد انا مو مشتاق والله ما لي خلق بعدين ان شاء الله ابو ناصر مو جاي ان شاء الله لا تسوي مثل سالفه الرجال اللي في دبي ايوه قصيده الحلم اي لا ما شاء الله كتبت شيء كذي بموقف يعني قصيده موقف او قصيده فيها يعني انت اسلوبك يكاد يكون قريب من يعني المدرسه الساخره حلو كتبت ساخر اي كتبت ابي اسمع شيء ساخر اذا عندك يعني في المجتمع او الشيء تطنز عليه على نظام سياسي او اقتصادي مو بدايه الغوامه فيك عنف وفيك ايوه عندك شيء ساخر شوف عندي بس ما حافظ الامانه حتى قصائد الغزل احط فيها حتى كشخه البنات مثلا يعني بهالامور ما عندك شيء حضرك شيء جاهزه على مرحله حمد لا والله في يعني لكن ما اذا تبي قصيده اعطيك قصايد يعني يمكن يكون فيها فكاهه لكن بس انا فكاهة. اكثر شيء يكون عندي حزين شوي في واحده يمكن ساخره شوي قولها يقول يلي تهددني بفرقاك فارق واذا تعرف تخون اوكي خني يلي تهددني بفرقاك فارق واذا تعرف تخون اوكي خني بين الثريا والثرى يلوح بارق يخيب ظني فيه ويصيب ظني ما شكلت فرقاك باليوم فارق هذا انا اضحك وسولف وغني لا تبغي لون وشب حارق ارتاح انا منك ترتاح مني لا تبغي لون وشب حارق ارتاح انا منك ترتاح مني ما اقول يلي للمعاليق سارق رجع خفوقي دام بتروح عني دامك نويت تتفارق اصمل وفارق اذا تعرف تخون اوكي خذ سلام صح هذا السهل الممتنع طبعا انا ودي اسال حمد السرقات الشعريه دائما نسمع فلان ورا السرق بيت من فلان بيتين من فلان نعم نشوف اسماء مستعاره انا بهاجم عايض مثل علي مستعار. مثل علي مساعد اسماء مستعاره كثيره لا علي مساعد لا علي الشاعر لا لا انا على اسماء بيت حق زديري بيت حق محمد بن لعبون يقول هي متى اصابت معي حتى تخي البخت وياي عمره ما صدق هو قال من متى اصابت معي حتى تخي غير فيها شيء غير اكتب لنا والله مقتبسها
حطه بين قوسين. السرقات الشعريه، الاسماء المستعاره، دائما نشوف اسماء بنات. صحيح هذه يعني موجوده البنت شاعره يعني تعرفونها ولا اسم مستعار؟ لا لا فيه. انا والله انا مالي ترى مو متعمق في الساحه الشعريه يعني انه يعني نبيل شفته في هلا فبراير اكثر ما اشوف عيالي. خليني بقول لك انا بالنسبه لي ولا عواد يقولون خش ولا عواد بعد طلعت لنا عظمه تكتب البحر الدبكه يقولون لي خلاص. بالنسبه لي عواد انا والله مالي يعني تعمق في الساحه الشعريه مثل يمكن اخوي عايض وجراح متعمقين حيل في الساحه، بس انا بالنسبه لي انا بعيد حيل. والله في اسماء، في اسماء مستعاره عندك عيب في اسماء مستعاره، وفي شاعر اعلامي وشاعر معروف يمكن عدد جماهيريته ما شاء الله تبارك الرحمن ما تنعد لا في الفيسبوك ولا تنعد في تويتر. المهم ان الرجال استخدم الاسمين بالصدفه. اسمين؟ اي والله. شلون سته؟ شلون انا اعلمك شلون سته؟ جلست وياه قال عندي القصيده هذه حرام انها تروح، فليش اطلعها باسمي اللي في الاعلامي؟ خليني بطلعها بالاسم الفني. الفني هذا من اسم المستعار. نعم. قلت انت كم اسم عندك؟ قال ابو مبارك بيني وبينك انا عندي اسمين، علمك الله بالصحيح. لا تقنعني انك ما عندك قصائد. هذا المتزوج اللي يسولفون عنه. ايه ما عندك قصائد؟ قلت لا والله اللي عندي قصائد اخت اني اطلعها. قال ليش ما تسوي مثلي؟ اطلع باسم مره، اطلع باسم بنت، باسم نسائي. خل الاشياء اللي ما تبي تطلعها باسمك الحقيقي طلعها. منها انك انت ما تخسر لك ماده، تكون عندك ماده هني وعندك ماده هني. السرقات وتكسب لك جماهير منه ومنه. والسرقات حاصله في المنتديات، في كل شيء تلقى فيه حفظ الحقوق الا في المنتديات الادبيه ما تلقى لك حقوق، حتى لو كان اكبر منتدى. حتى لو اكبر ما منتدى ما في حفظ حقوق. وين تحفظ حقوق؟ ما في حفظ. طب حمدان ما تحسون طب شلون تحمون نفسكم انتم كشعراء؟ يعني تو بانور يقول الكلمه هذه قد تكون كلمه موجوده يعني مثل كلمه الكل يستخدمها تلبق مع بيت. نعم. الشعر، لكن طب ابي السرقه نفسها كسرقه انه ياخذ الفكره كامله وينسبها حق في توارد افكار، لكن ممتاز. اللي تكلم عنه ابو انور لا هذا مو توارد افكار، هذا نسخ كامل. عرفت؟ طيب. يعني استعاره نسميها اي شيء، بس انه لا مبين انه للفلان. شلون تحمي نفسك انت اليوم كشاعر؟ بالنسبه لي النشر. شلون تحمي قصيدتك؟ النشر في المجلات في الجرائد. يقول انا نشرت لا يبقى انا ناشر، هذا اللي طبعا القبل الاسبقيه في تاريخ. عرفت؟ ولو غير هذا انا في شغله سمعت عنها بس ما سويتها يعني اللي هي انه الملكيه الفكريه ثقافه تروح مراجعات احنا دوام يلا نداوم تزودهم ايه؟ والان عملوها الاخوان في وزاره التجاره الكترونيا مثل ما تدز منتدى كل قصيده جديده تدزها. هذا موجود وين؟ الان في وزاره التجاره حمايه الملكيه الفكريه تفتح معلومات جديده هذا وتفتح ملف وتزود. انا سمعت فيها قبل طبعا. من يسويها؟ يسويها كتاب الاغاني، لان لما ينزل الشريط تجاريا يقول لك انا محتاج منك تنازل عن الحق المادي والتصرف بالنص، فهذه موجوده الحين. انا ابي اسمع منك شيء. بقول لك شغله قبل ما تطلب قصيده، فيه الموضوع هذا انا سمعت فيه بسنه 2000. نعم. مو توه. كنت على احسب انه في الثقافه وزاره الثقافه وال او مجلس الوطني مركز الثقافه وال والفنون. نعم. اي بس الفكره هذه ممتازه. يعني سهلوا علينا اشياء واجد. نعم. وانا سويت يعني حفظت فكري او القصايد اللي كتبتها حفظتها بديوان. ممتاز. نزلت ديوان في سنه يمكن 2009. خوش. يا محمد خريبط خذ الديوان. ايه؟ بطله. استحاله. جبه نص. خذاه. ما يقدر. انشره. صعبه. وقال يبا النص هذا حق محمد. زين متى سبقتك انا؟ انت ما انت تقول انا مالي بالوسط. لا والله عاد انا سبقتك مع ربعي ورحت وسجلتها بالمكتبه عدل وبالمجلس الثقافي. متى مسجلها؟ ولا قبله هو ما يسجل الريال. لا الديوان نازل في تاريخ الطبعه. الطبعه متى مطبوع؟ من التصريح اقول بان انت وهذه عندنا قضايا احنا هذه قضايانا بالمحاكم. يقول اثنينهم يختلفون على نفس يقول لنا لا يقول النص لي هذا يقول النص بقيه التاريخ. التاريخ ما يحميك بالمحكمه، يحميك انت كشخص. بس ممكن انا بقت قبل لا انت تنشر يعني اخذته منك ونشرته. شلون عندكم اليه حمايه؟ لا والله وليش ما تهتمون ما تطلعون لكم انتم نظام معين تحطوا لكم مكان ثابت فيه؟ انا اتمنى يكون في نقابه شعار. نعم. يعني فعلا جمعيه نقابه شعار هذه نفتقدها احنا حيل. نعم. يعني في نقابه مهندسين، نقابه ليش ما يكون في نقابه شعر؟ ليش ما تسوون؟ ما عندكم نقابه. انا اتمنى ما في. اعطني تصريح من الشاعر الحين بقول فلان شاعر. زين اوكي جيب تصريح جيب دعم. انا ابي دعم نقابه. يبي لي مبنى. اي واحد يبي لي اي واحد وزنه قافيه. كم شاعر عندنا في الكويت؟ يختلف هني مستوى الشاعر. كل انسان عنده احساس شاعر.
الشاعر مو بس وزن في سؤال لا لا الشاعر مو الاحساس تكلم الشاعر.